صباح الفل يا اسطى. صباح الفل يا باشا. يلا بينا. السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ نتمنى لكم كاملين تكونوا بخير، تكونوا على خير، ونلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. ومرحبا والف مرحبا بقناه يوميات ام شيماء اللي هي القناه ديالكم. هاد الحوته هادي ان شاء الله غنديروها في الفران بواحد الطريقه اللي هي زوينه وسهله، وان شاء الله نخليكم مع المقادير وطريقه ديال التحضير ان شاء الله. المهم نبداو ان شاء الله على بركه الله ان شاء الله. هذه الكوته غندير شويه ديال زيت العود، واحد شويه ديال الحامض، غندير التوابل. هذا الحامض هذا قطعته بهذه الطريقه، غنديرو في الداخل ديال هنايا لداخل، وندخلها دابا الفران ان شاء الله. كتعرفوا اني ديما كندير العصير مع اي حاجه. عندي هنا واحد الحامضه وجوج ليمونات مقطعين، واحد الخياره وشويه ديال السنيده والماء بارد، هو باش غنخلط هذا العصير ان شاء الله.